شفاعة هو المسؤول عن توزيع البضاعة دي، ومش عاوز أي غلطة المرة دي. كفاية قوي إن إحنا خسرنا واحد من أهم رجالتنا. وقبل ما ندعي لأي واحد فيكو هنكون قاريين عليه الفتحة، يعني المرة دي الغلطة بقبض روح. أنا بس أسف للحاج، وبحقي نفسي ليك قدام الرجالة دي كلها. شفاعة، أمر كبير. براحي ما تحت إيدك. أنت بتقول إيه يا حاج؟ يعني واحد من صبيانك لو طاعك اديله الأمان، لو خلف دمه حلال. يا كبير خلص الكلام. يلا رجالة ربنا معاكم. حصل يا كبير.